45 يوم قلتي لي هم كانوا ايه بالنسبة لك؟ درس حياة، يعني اقوى درس اخدته والحمد لله ان انا اخدته، لان غيرني خالص. طيب احكي لي بس بالتفاصيل، خلينا نبتدي الحكاية. اول ما تلقيت الخبر صدقتي؟ انت كنت متوقعة يحصل ده ولا قلت لا انا بحلم ده مش حقيقي؟ لا بصي، انا مستجدعة نفسي قوي في حاجة، ان انت دايما بتروحي النيابة بيتقلك مثلا هتروحي مش هتروحي كده، فانا كل المحامين قالوا لي لو روحتي مش هتروحي. القضايا دي معظمها، مش انا اي حد، القضايا دي معظمها لازم النيابة بتحبس 4 ايام لغاية ما تخلص التحقيقات. فانت تخيلي ان انت باختيارك التام بعد ما تولدي ب20 يوم بتاخدي شنطة هدومك وبتفتحيها وبتلمي هدومك ومش عارفة انت راجعة ولا مش عارفة هتشوفيهم تاني ولا لأ، هتشوفيهم بعد كام سنة، هترجعي البيت ده ولا لأ، هيحصل لك ايه، انت رايحة فين. انا كنت حاسه ان هو فيلم، يعني عارفه وانا لما شنطتي وماشي كده وببص لابني، يعني كان عنده 20 يوم وبرضعه ومفيش لبن، وحتى انا اتاخرت في ان انا اروح النيابه عشان ما كنتش لاقي لبن، كان هو عنده حساسيه من اللبن الصناعي وكان لازم ابعت اجيب من امريكا لبن، ما كانش ينفع لبن من هنا. فاللي اخرني ان انا اروح، حتى في ناس من الكروز زعلت مني ان انا ما كنتش لاقي لبن لابني، لان انا يعني اتحبس قبليه ناس من الكرو قبليه، يعني اللي انا بكلمهمش لغايه دلوقتي يعني. ف كنت راجل قوي، يعني انا فاكره ان انا عيطت بعد 3 ايام. اول ليله في السجن الاحتياطي او في الحبس الاحتياطي كان ايه؟ يعني عايزه اقول لك ان ربنا زي ما يكون بعت لي حد ينيمني، عارفه؟ نمتي؟ يعني انا والله يعني زي ما يكون ربنا، انا مش عارفه طبعا الصبح ولا بالليل ولا ايه، بس انا ربنا كان بعت لي حد ينيمني، لان انا نمت كتير قوي 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 قوي. وما كنتش مصدقه ان ده بيحصل. تالت يوم عيطت ليه تالت يوم؟ وهما بيصوروني اللي هي الصوره اللي هي بتاعت اليمين والشمال، صعبت علي نفسي قوي، مش ممكن، يعني دي اخر يعني. ممكن مثلا كنت اتخيل ان هيجي لي سرطان، ان انا ممكن مثلا يحصل لي حادثه، لكن دي اخر حاجه ممكن اتخيلها. ومروا عليك الايام دي ازاي؟ بصي انا كنت بحاول ان انا اتاقلم، يعني كنت بحاول احب المكان، بحاول احب الناس، بس كان في شوكه او وجع في صدري كده طول الوقت، والله زي الازمه كده تجيلي ان انا مش هشوف ابني تاني. معقوله انا مش هقابله تاني خالص؟ خلاص، وبقيت تهم بقى سنين كتيره قوي، فخلاص يعني موت يعني بالنسبه لي يعني. كانوا مرعبين بس كان عندي يقين. نظرتك للسجن او للحبس بشكل عام قبل وبعد اختلفت ازاي؟ بعد بقيت انسانه بحمد ربنا على دخول الحمام. متهيالي ان لو انا كل يعني كنت مريت بكل اللي انا مريت بيه بعديه من مشاكل و وما كانش حصل الموضوع ده، ما كنتش هبقى كويس. لا انا دلوقتي على طول بيجي لي اسمها ايه، كولابسنج، يعني ايه اسمها، نوع من احباط شديد، يعني بسقط كده ساعات، بس لو ما كانش جه موضوع السجن ده كان زمان دمرت. ازاي؟ كان زمان دمرت نفسيا، لان انت كل اللي بيتقال عليكي مش حقيقي، وكل اللي بيتقال حواليكي باطل، وكل الاتهامات ليس لها اي اساس من الصحه، واقعد اقرا حاجات واشوف حاجات احس انهم بيتكلموا على واحد تاني خالص. النقيض، انا كل حلقه بطلعها، كل حلقه لازم الاقي كل واحد كاتب بوست شكل، لا كل واحد مش معلق. بس كده انا بقرا، كنت بعض التعليقات اللي محطوطه انه هي عملت كذا علشان عاوزه تثير الجدل، عشان عايزه تطلع ترند عشان على فكره رغد، انا عايزه اقول لك حاجه بس عشان ده جهل. انت دلوقتي في برنامج صح؟ ده اسمه ايه؟ سابع سما. لا يعني سابع سما ده هارد تي في شو. هارد توك شو. اتس هارد توك شو. صح. يعني ايه شو؟ فيه من انترتينمنت، فيه شو سبايسي، يعني عرض، يعني شو، اتس شو، احنا طالعين نعمل شو، بس مش شو كذاب.
لكن انا واجبي اني الفت نظرك، لو ما لفتش نظرك هبقى مش صح. هو بيقصدوا يمكن الازمات اللي بتحصل بعد كل حلقه، عرفت؟ اه عشان كذا. الامثله ما فيهاش خالص، يعني كل حاجه قالوها حصلت غلط. يعني كل حاجه قالوها لو مشينا بالترتيب كده، فتاه المول كل اللي كنتوا بتقولوه على التحرش شويه غلط، احنا طلعنا صح. ولما طلعنا بفيديو صح محدش اتفرج على الفيديو. اه يعني احنا طلعنا صح. الحاجه الثانيه بالدخان والثعلب، محدش خد صور على من على موبايل، ومحدش عمل اي حاجه، وطلعت عمليه ابتزاز رسمي فهمي نظمي. نمبر 2 التخان، انا عمري ما قلت ان ريحتهم وحشه، وكل الكلام اللي انتوا قلتوه ده ملوش فيديو ولا اي حاجه، دي تلافيق ملهاش اي اساس من الصح. تالت حاجه ايه؟ الثعلب. اعمل ايه؟ طب الثعلب عملنا ايه بتاع؟ عايزيني اعمل ايه؟ انت اتفرجتي عليه هو بيتعذب وهو بيصور؟ ما هو مين قال انه تعذب؟ هو انا النهارده لما اجي اكبر صوره قوي لعينيكي دلوقتي، هما قالوا دمع. هو شفت انا الفيديو، المخرجه بتاعتنا اسمها ايه؟ ساره. لو دلوقتي ساره عملت كلوز اب على عينيكي قوي 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 قوي، نوع من الفلاش، هتلمع يعني؟ لو ساره تعمل دلوقتي اكستريم كلوز اب على عينيكي، هيقول لك ريهام قامت ضربت رغد فعيطت، والناس كلها هتصدق ان انا قمت ضربتك وعيطت. ده ناس بقى لها 35 سنه بتعمل ده برخصه، يعني قانونا بتصطاد ثعالب توديها نقابه البيطريين ولا كليه البيطريين، يعملوا عليها تجارب وبعدين يسيبوها في البريه بعد كده. يعني ما بيقتلوهاش. وعلى فكره ولو بيقتلوها وانا صورتهم انا ماليش دعوه، انا ليا، انا ممكن اصور ظواهر سلبيه وممكن اصور ظواهر ايجابيه لتسليط الضوء، وانت بقى تصرفي بعد كده. انتوا كلكم شتمتوني انا ومحدش جاب سيره الصياد. انا ما شفتش حد خالص جاب سيره الصياد، وتاني يوم طلعنا فيديو والثعلب متسرح ومحطوط له شامبو دراي شامبو وبتاع، محدش شاف الفيديو برضه. وثلاث ارباع الناس اللي حاطه بوستات تشتم فيا من صحابي، حتى انا معايا صور ليهم دلوقتي بالمينك